المدرج كله. يمكن ده الموقف بالنسبة للدوري اللي الأهلي ضمن الاحتفاظ بلقبه، وده تأثير بقى القامة البطولية عن هذه القيمة التسويقية. وبمناسبة القيمة التسويقية والاستثمارات العربية الكبيرة اللي بتنتظر النادي الأهلي، المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية ورئيس شرف النادي الأهلي والمطلع الحقيقة باهتمام كبير بدفع المستثمرين، فريق المستثمرين العربي السعودي الإماراتي المصري لإنشاء مدينة الأهلي الرياضية بالشكل الكبير جدا اللي شفته قبل كده. كابتن خطيب تحدث عن كيف سيكون هذا المشروع يليق بالنادي الأهلي وقيمته الكبيرة جدا بحيث يحدث هذه النقلة النوعية الكبيرة. تركي آل شيخ بعد وعكة صحية مرت به يمكن منذ قليل في حواراته المشتركة مع الجماهير عبر تويتر، قال لهم أبريل المقبل إن شاء الله سيشهد إعلان المستثمرين العرب عن مشروع الأهلي. نتمنى أولا نتمنى له الصحة. يعني المجهود الذي يبذل، رئيس الاتحاد العربي يعني الأول على الرياضة في السعودية، رئيس الاتحاد الآسيوي كمان، رئيس الاتحاد الآسيوي، شرف النادي الأهلي، يعني وبتاخد جزء كبير من اهتمامه. هو الآن في رحلة في أمريكا مع الوفد الرسمي مع يعني ولي العهد السعودي. إذن هي المسألة هذا النوع من المسؤوليات مع هؤلاء الأشخاص بيبقى رهيب جدا، يعني بيكبدهم الحقيقة يعني على حساب الصحة، زي ما شفنا كابتن خطيب مرحلة الانتخابات وما بعدها والوقوف على رجله عشان يشرح ويوضح، والتحامل كانت على حساب عموده الفقري اللي بنطمن الناس انه كل يوم بيشهد تحسن في صحته وبإذن الله يتفادى الجراحة، لكن هو في برنامج وحقن وكده وحب يتعمل لمدة 3 أسابيع يرجع لنا الملاعب بإذن الله بعدها كابتن خطيب. إن شاء الله ألف سلامة اطمئن عليك. طيب اتكلموا على القيمة التسويقية براحتكم، اتكلموا على حجم الشعبية زي ما انتوا عايزين، إلا التاريخ هنا لا، بعد الفاصل.